بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب ارحم حماي كما ربياني صغيرة، أو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في أي موضوع توقفنا في كتاب النحل الواضح؟ أنا وحاولت حاجة كثيرة. نصب الفعل المضارع. كان وأخواتها. دقيقة. جزم الفعل المضارع درسنا، صحيح؟ رفع الفعل المضارع. كان وأخواتها. هل قرأنا البحث؟ نعم. أي تدريبات كلفت للبيت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يتنج باش قبيرو ديس ويجي أستاذ يد ساكس توقس عون دان بيرو ديس. وهل كلكن كتبتن في البيت هذه التدريبات؟ نعم. السابع، سأصحح في الدفتر. الثامن والتاسع، تدريبات للإنشاء، سأستمع الآن في أثناء الدرس. من يبدأ أولا؟ التدريب الثامن، كون ثمانية جمل تشتمل كل اثنتين منها على المضارع من كان وصار وأصبح وبات على الترتيب. كان جئكتا، صار جئكتا، أصبح جئكتا، وباتنا مضارعلار جئكتادان يبتوش gereken. قاني بسم الله كم başlıydı؟ من كتب الجمل في البيت للتدريب الثامن؟ كم ويدا قلد كم قمادة ويدا قجال لا يمقيس لا قما قال لا خاصر قلب يتسلى باربر. ماي سامعلم باش لسا أنا نزوكت قول كتار ده قول كتار بوين نزوكت تنكين بولس قبل الإسلام قل كتركويلة. تفضلي نازوكات، اقرأ الجملة الأولى لفعل لمضارع كان. يكون القط مريضا. جيد. الآن مضارع صار. يصير التلميذ مجتهدا. نترجم الجمل. يكون القط مريضا باللغة الأوزبكية. مشكسل بوليابته. أيوه. يصير التلميذ مجتهدا. أقوتش تشقق أيلاند.
Aylan yaptı. Yok ki Aylan adı. Aylan yaptı. Doğru ya, asbaha. Yusbihul cevvu bariden. Tonda hava soğuklaştı. Soğuklaşadı. Mudari'u bate. Yabitur radi'u neşicen. Gudek tünü bilen yığılıp çıkıyaptı. Neşicen yığılagen iken. Ana lügat yazsam, lügat ki yazsam mas söz çıktı de neşi cedim. Ne mat yazdız lügat ki? Yıglama kutup yazdım. Ha, bolade neşi cedim sen bolarken. Cahit. أحسنتي. كمالة. يكون الجو بردا هوا سوق بلد يكون الجو باردا بلد يكون الجو باردا كان صار يا حاضر يسير ولد حافظا حافظا بولا حافظ بولا حافظ قال لا يبتر حافظ قال لا يبتر يعني أنا القرآن حافظ جيلتكو يصير الولد حافظا ولادة خاف كينجس يبيتو تأكلو بنتا يوق هذا أصبح أنا مضارع جيكل ديك يصبح وجيد شسكي أصبح المضارع يصبح ولد. ها ويان بولاد ديجانا بلدرد. عندي أنا قلت. Oxlagan ismi jumlani oldiga yusbihu deb aytsangiz bo'ladi, faqat harakatni to'g'rilashingiz kerak. Shunaqa bo'ladi degan ma'noni beradi, qo'shadi gapga. Qichqirmoq siyah bo'ladi. Nima siyah qichqiriq? Ha, nimani qichqirishini aytyapsiz? Ana xolis. صائح ولد صائح يصبح الديك صائحا صائحا خراس قشقر ديجان بول يبدأ أيلان يبدأ تونجر خراس قشقر يبدأ تسيجان بولد baqiroqqa aylanyapti deganiga yusbihu soihan tongda qichqiryapti desak ham bo'ladi. Endi yabituga yabitu kalbu naiman yabitul kalbu naiman tuni bilan kuchuk uxlab chiqyapti. Tun uxlab o'tkazyapti degan. Tunda kuchuk uxladi deb ham aytsa ham bo'ladi. Ayam sizga salom aytib o'tdilar.
سلامت بوسل. خوب يخشي جيد نبيغة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كان البيت نظيفا. مضارعا سيكون ولد. يكون البيت نظيفا. نظيفا لما دي جانبو. ايتوزا بولاد. يخشى صار جي. صار الثوب قصيرا. لباس صار مضارع يصير يا خلاصس. يصير الثوب قصيرا. وزبيتشس. كوينك كالتا بوليات. يخشى يصبح جميل. يصبح يصبح تفاحة لذيذ. ألم لذيذ. يصبح التفاح لذيذا ولد. يصبح تفاح لذيذا. ألم لذيذ لولد. كينج سي يبيتو يا بيتو جي. يا بيتو تنوفلان بولادة دي. نما دور تنوفلان بولادة. يلتز لا تنوفلان بولادة صبران. تنوفلان نما دور قبتشقش إيطالادة دي وشمد. بروست يا بيتو دانكين يلدز سوزن قب قويسز بوميد دي اسمي جاب بولش كيري. يلدز برنامه ديگن گپ اول دیگه یا بیتونو قویسیز کچسی بلن دوام ایتاده شونه قبول اشته دیگه معنانو بیرده یا بیتو چوندیز مه؟ آها مثلا یلدز یال تراقیو که پار لگن دسیز اول دیگه یا بیتو قویسیز بولده قنی یلدز پار لگ كم كابو يبيدو بلد؟ يبيتوني كين قوشامس خاز منجي اسمي جملة يتين يندس حقدا ما دور خبر يتين منجي يندس حقدا ما دور جاب يتين منجي آنكا بارلاق يندس وش خنا قبول ده رب تلده بارلاق صوز الناس تبو لامعون. يوكي منيرون سيزان بولاد. منيرون كذا بولاد. لما هايان بارلا ددگان فقط شيشة يوخشش نرسلان بارلاشه لما بولاد. كوكب دديزو سيز. كوكب او يانو چه سيارة ده او منير نور تارتو چه سوزنش لتامز اونجا نسبت الكوكب منير يبيدو بلد؟ يو باشي جي يبيدو قويلد يبيدو شنق آخر جي قويلد بود تكما بود كين درس تبار مديز؟ ايو اتكين خواب درس زا بسي هم يوغا بزده بز بيچارة لده اسمي جملانا aldı جي قويلده يا بيدو كوكب منير منيرون بولاد منيرون خوخلاغان دا كرب خوخلاغان دا كرماسلي ممكن مس درس قولدر مستن كرش كيري خب بزر سازا اگر يانا بر مرتا درس قولدر سيز گروخ دان چخس خب گروخ يلا دوز بيت ستارس تا تايل لما خجبا مانگا اسم نان چخوت كن نرسلان اسلات شو چون اچي يلا دان كم ستارس تا بولاد وز خواخش بلن من ده بیتسم من گردم بیر مخش بلن ده وز خواخش ایلا بلن ایتمس ایلا وزم تایلی من شنی چون وز خواخش ایلا بلن بیت تکیشه من گردم بیر من استاز ده بیتسم کوپیش خمیده فقط اسم گی فقط اسم گی سال دیگه نرسلانه اسم گی صاحب ترسه بولده دبتر از گیاز والی کینگی سفر نبی و درس که کرمسه گروختن چه خرمند بیت کنیدی استاز دو منگه اسلت پوین کینگی درست داز پوین اوزیز گیم
Xuddi shu narsa boshqa o'quvchilarga ham tegishli. Demak, yabitul kaukabu muniron bo'ladi. Ma'nosi kechasi bilan, tuni bilan yulduz porlab chiqdi. Tuni bilan yulduz porladi desiz ham bo'ladi. Shu gaplaringizni hozir hamma o'zi aytgan gapini daftarga yozib menga yuboradi. Yuborganlarnikini ham tekshiraman, yubormaganlar yuborib qo'yinglar. Keyingi o'quvchiga o'tamiz. Ustoz Nadira. Tafaboli. Assalomu alaykum va rahmatullohi. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Yakunoga boshlaymi? Yakunodan. Yakunodan. Shunda ustoza yakuni bo'ladi, bo'ladi. Yakunu shari'u madbuban. Ko'cha tuman bo'ladi. Tuman doba doba madbub madbuban bo'ladimi? Madbub ham tumanli. Shari'u madbubun bo'lar. Madbub so'zi ishlatilarmidi o'zi? Tuman doba bo'lardi-da. Hozir o'shanga ism maf'uli madbub bo'larmidi? Chunki bir xil edi boshqacha. Bunaqada ham shaklda ham yasaladi-da. Shuning uchun madbubni siz qayerdan topdingiz? Shunchaki o'zingiz ism maf'ulga soldingiz-da, to'g'rimi? Ha, shunchaki soldim, nima? Hozir. Oldingi gaplarga qarab qarasam ismi maf'ulda kelyapti ekanda. Bor ekanmi shunaqa ismi maf'ulda ishlatilgani? Mana kitobda bor ekanu. Qaysi bizani kitobimizdami? Hozir qayerdadir ko'rdim-da. Hozir men sizga o'shani ismi maf'uli qanaqa bo'lishini hozir aniq qilaman. Yo'q, bu emas. Yo'q, ustoza 7-chi darsni bajarganimda shu yerda madbub bo'lar ekan. Bo'lar ekan madbub. Chiqdi, demang. Kitobdan topgansa, men ham qaradim, madbub ishlatilar ekan. Tumanli degan. Yaxshi, demak, gapingizni qaytarib yuboring. Yakunu shari'u madbuban. Ko'cha tuman bo'ladi. Yakunu tiflu saliman. Bola sog'lom bo'ladi. Yaxshi. Yasirul mu'minu yasirul mu'minu aqilan. Mu'min aql bo'ladi. Yaxshi. Yasirun nisa'u muallimatan. Ayollar muallima bo'ladilar. Tasiru qilamiz. Tasiru. Yasbihul yasbihul asbahaniki yusbihu bo'ladi. Yusbihu bo'ladi. Yusbihu, a? Yusbihu shamsu muniron kasiron deb yozibman ustozi. Yoki kasiron oldida bo'ladi? Yo'q, oldida bo'lmaydi. Quyosh tongda quyosh nurli, ko'p nurli bo'ladi deydi. Yusbihu shamsu muniron kasiron. Xo'p, bo'ladi, bu ham. Yusbihul kirru jaiman. Mushuk tongda och bo'ladi. Ochdi. Yusbihul kirru jaian bo'ladi, ayn bo'ladi. Jaian. Keyingisi yabitu binti al-hadisa hafizon. Qizim tuni bilan hadis yodlaydi. Tabitu bo'ladi birinchi. Voy. Qay qilin. Tabitu binti dediz. Binti
حافظةً بولادي. آه حافظةً. مؤنث بوجان ليجوتشن تشنديزا. أها تفضل. يخشى. كين يوقوشة أحمد جان خديجة. يبيت الرجل يصليان. شد أن ماش أقيدة. مصليان بولاد خب. مصليان. چونكي مبتدا وخبر اسم بولش كريديك كالهو. شا اسم جا اسمي جملة جا قوشلة دولة. خبرم اسم بولش كريديك. يبيت الرجل مصليان. يصلي فيلنا اسم مصلي بولاد مصليان بولاد. شن ديزا؟ رحمت جان. خوب. بول دخ أخ أنا قحدي جوقي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يكون الجو ممطرا. أبغى هوا يمطر لي. بولاد. بلادي أبخوا يمر لي بلاد. يصير اليوم مصحن أوزبيتشاس أشخ كن مصف يوق تختي يوق أشخ ونقا أشخ بومي دي قياش لي بولش منكو عنده مش ميس بولادي خوا مصفى بولش ممكن عنده نقي بولاده مصفى يا مشلت ميده حتى كي نقي يشلت لده وز بزده كي هو أشق بوميده ونقى يو كي قياش لي يو كي أنا قطازة خوا دبيتش ممكن سس قيسنة توس أنا قا مصحين يا من مصحين دب يربل يعني كنده قطة ما بدا القراءة تما كندم. ورسم تشاديز ما سزوش وظيفة زي. يوغ عند تشيم. خاز رسم جاب تشيم او شو سوزة چون مهمن دي. يازلشن قوري. تشاديز ما؟ يوغ عند خاص. بزده سيفة توجيغي قده وشنگه. حاضر تشاومي سيز موشن چون ها براز انا قا قيم لابد ده نشنش درس داري كنن بلاس ما من عالدم ده كتاب باري ده نشنش درس ديدم ابدا والقرآن انا قا خديجة حاضر درس نيتسيز كومول رسم جابت شورك خلاص اتوار ارسز انا قا كينجي جاب بستيار بسيت تري ها خب يصبح الشمس طلوعا تصبح كين طلوع تصبح الشمس طلوع ديجانا و انا قا فارلاش ديجان ارتلب تون اتشه ديجان طالع ديجان فارلا ديجان anaqa ismi esa porlagan bo'lsa toli' bo'ladi shams muannas bo'lganiga toli'atun bo'ladi tusbihu shamsu toli'atan bo'ladi tusbihu shamsu toli'atan tongda quyosh chiqdi porladi lekin toli'a fe'li shamsga emas qomarga nisbatan ishlatiladi chunki toli'a porladi u boshqa narsani nurini o'zida aks etsa oyga nisbatan xullas tolaa ishlatiladida quyoshga nisbatan porladi ashroqo ishlatiladi nur taratdi degan qaysi fe'lga aytyotgandingiz hozir bir minut
أنش طالعة جاه طالعة يا يوق جماعة يوق يوق طالعة ما سز يسبح جاما سارة ومقايس نيت وتوديس مش بخو يسبح بس طالعة نيت ميسس مشرقة ميسس قياش كان نسبتها أشرق في ليش لتلات قوي كان نسبتها طالعة عيش لتلات يوز قويلة وزيلة وشو وشفين لانا وما سوزنا عنيش لتلش باردي عربت لده hozirdan biz shunga qarab qilmasak ertaga bo'lar bo'lmas tuzib tashlaversak keyin masalan o'tib bitta insho yozishinglar mumkin endi bizada o'zbeklar tekshirsa-ku bilmasligi ham mumkin lekin arablar tekshirsa o'sha ma'nosini ham noto'g'ri gap tuzgansan bu gap anaqaga to'g'ri kelmaydi deb shuni ham xato deyiladida o'shaning uchun ishlatilishini o'rganib boraveringlar ikki ish qilgandan ko'ra birdaniga o'rganib boraverish kerak tola fe'li oyga yoki boshqa narsani nurini tushirsangiz o'sha nurni o'zida taratayotgan narsaga tola ishlatiladi o'zi nur taratuvchi quyoshga o'xshash narsa yoki mana bunaqa svet boru o'shanaqalarga ashroqo ishlatiladi ya'ni nur taratuvchi otib tong otib chiqdi ya'ni ayniqsa quyosh otdi deganda ashroqo fe'li ishlatiladi tusbihu shamsu mushriqatan bo'ladi yozib qo'ying nima demoqchi edingiz komola siz xususan masalan anaqa kitobni boshida jumla mufida degan mavzuda ashamsu toliyatun bo'lib kelganku toliyatun ismi faolga tushyaptida o'shanga Toliatunni o'zi bu kitobda ba'zi fe'llarni ishlatishgan anaqa shunaqa ishlatib bo'lmaydi deb bizaga ustozlarimiz aytganini ham anu bitta gulli ham aytuvdimi mufattahun qilib qo'yishgan ochilgan o'zi tafattaha fe'li ishlatiladi bizaga endi ustozlarimiz aytganidan aytamanda bitta u gapda emas boshqa gapda ham kelgan boshlang'ich kitoblarda beraverishadi unga qarashmaydi lekin o'zi ustozlar shu fe'llarni ishlatayotganda buni bunga ishlatasan buni bunga ishlatasan deb aytishadi shuning uchun man ham joyi kelganda aytib ketyapman tola fe'lini oyga nisbatan ishlatiladi deyishgan lekin bu kitobda bor edi to'g'ri ashamsu toliatun grammatik jihatdan xato bo'lmaydi ma'no jihatidan aytyapman agar tusbihu shamsu nima dedingiz siz boya tolaa ham demadilarda noto'g'ri aytdilar anavi fe'llarni tushlanish anaqasi bo'ladiku tolaatlatuluun bo'lib tulu mastarda tulu mastarni ishlatmaysiz ism foilini ishlatasiz ism foili tola bo'ladi bunaqa qilsangiz ham bo'ladi lekin o'zi tola fe'lini oyga quyoshga nisbatan ishlatish noto'g'ri deb o'rgatishgan bizga ustozlarimiz vallohu alam keyingisini o'qing yabitul qomaru toliyan deb mana bunga aytsangiz bo'ladi kechasi bilan quyosh oy porladi tuni bilan oy porladi degan ma'noni porlayapti oy tuni bilan porlayapti degan ma'no bo'ladi shunda yabitu tuni bilan davom etganini bildiradi bata bo'lsa tuni bilan davom etdi tunda bo'ldi degani ya'ni yabitu o'shani mudora tuni bilan bo'ladi davom etadi oy tuni bilan porlaydi degan ma'no kelib chiqadi keyingi mashqga o'tamiz bunda ham gap tuzish ekan hozir har bittanglar bittadan gap aytasizlar ob havo haqida kanadan boshlanishi kerak ibda nazokat kanal javu dafian ob havo iliq edi yaxshi komola kanal javvu baridan ob-havo sovuq baridan bo'ladi barid bo'ladi hmm.
نبيبة. كان الجو ممطر ممطرا بلان بلاد نما ديجانا هوا يامغر لي بلان يدا يامغر لي يدا. أستاذة نادرة. كان الجو هارا هوا السجادة حارا بلدا ح قلبت حارا ح هوا السق إيدا يعشى. خديجة. كان الجو تمطرا. تمطران تمطرو في الكو اسم قويش مسكري بوميد ده بنا جئت بول ده نبي ويت ده ممطران ده ده تمطرو وفيل فيل قويميمس اسم بولش كان الجو نقي نقيا نقيا ما ناسه البخوات تازيدة. يخشى. الآن أريد أن أستمع على الوظيفة. لا بد لكنا أن تنشئنا الجملة عن الماء. تبدأ بفعل أصبح بفعل ناقص أصبح. سو حقد جبت لا أصبح ناقص في لدن بوشتاني مشكري. ابدأي يا نزوكت. أصبح الماء كثيرا تنقص كبده. أصبح الماء كثيرا تدزا يخشى. هوب كمالة. وشتت سبب لكم أستاذة سومة وقنا قلب وشاد و برار يون بترجي نارسة وشيجة وشاد يشتك كيسل ده بوسا ينقطع بولد تختس تسوق تختش نيت واسم هم ينقطع يشتك الماء أصبح الماء انقطعا هنا من انقطع فيل شنو؟ قال قال انت عمام مفعول جاين ده إيرلاند رامز من قطع بلده اسم فاعل بلور الكلام منقطع بلد كسل جاين چونكي هو اسم مفعول بميديو وانا قال لازم فيه منقطع أصبح الماء منقطع منقطع منقطعا يخش نبيوة أصبح ماء أصبح الماء أصبح الماء أن بوميد كو أل بلان بولاديو أصبح الماء مطر بلان لما دي أنا لما دماغش سيس أصبح كده وزبيتش سنيتي نبيبة أنا بس قيتك بوي جيجا بيزدا أجر سو يامغر جا أيلاند سو يامغر بولد دسيزم أصبح الماء مطارا دسيز بولد أجر وش معنى دبوسة مطارا بلال مطاران بولدش سو يامغر جايلاند سو يامغر بولد ديگه بولد شون ديسا انا قاعد استاذ نادرة اصبح الماء رائقا تاين دسو شفاف بول يخشي احمد جان هديجة أصبح الماء قليلا تندسو كمايدة تندسو كمايدة يخشى
جيد. خديجة، هل أنت دخلتي؟ خديجة صورة. أستاذة حبيبة، هل هذه خديجة أم حبيبة؟ من هذا؟ السلام عليكم أستاذ. وعليكم. خديجة مكرادة، ها بزج يوم وقات تغكسل بولدكتي سيكين تردك من الحمد لله وشنجي حاضر كربات دويام بس يعني خالي يتكنجة درس تقدنا شماغتي تايار ما جاب تزوش وزيفة بيرل يعني تزد ما جاب لنا هنمچه کوچ همه سگ یت ما دزگی نقل دم دوست داره چون یه ماست مال دیکته یوتر بیادنم اش قزم بلا چیانو بر هفته جو آگر و تیم سه ده اول بی همه مس الحمد لله بود عجیب شد بسن انا قبول سام قلب تشید ما یاز گرنه تکشیرم ار لکن خاطر گن درس لرنو ویدیو دن کروس سبب سیز درس qoldirsa guruhdan chiqadi hozir o'quvchilarga ham aytdim endi kasal bo'lgan ekan mayli lekin darslarni yetkazib olsin hop hop xolis ustoz men ham bugundan hozir to'liq o'qildik-da endi men ham qatnashaman xolis hop siz men bu asbahalarni bilasizlar o'tgansizlar asbahaga asbahadan boshlangan suv haqida gap eting سو حقده اناقه سو لاي قلي بولده اصبح ال او كاديران كاديران لاي قلي كادير ادكو غرده اصبح الماء كاديران بولد يخشه انده کتاب حقده لیسه دن باشلنگه ایماز کتاب برنامه ایماز دبگن گپ ایتیب شخصلا همیله نزاکت باشنی لیسه کتاب و سمینه کتاب قمت ایماز غالی هم بوله سمینه هم قمت من بسیل بلن یازلسه و هم قمت بولده انو سین بلن بوسه سیمز بولد اما هم به سمین هم من به ثمین بسه قمت بولده بود بخشه لیسه الکتابو ثمینن لیسه الکتابو قادیمن نمیکن از بیچه کتاب بسکه مست قادیمن بولد قادیم بسه کلده دیگنو بلو علیله خزلی آزو علیله قادیم بسه keldi kelgan odam ya'ni keluvchi eski demoqchi bo'lsangiz qodim o'shaning uchun madga juda ham katta shuning uchun ham qur'onda ham e'tibor beriladi chunki bitta mad o'zgarsa уже ma'no o'zgarib ketadi ustozam boyagi fe'llarni ham aytasizmi quyoshga ishlatilgan quyosh uchun ishlatilgan quyoshga ashroqo ishlatiladi o'zi nur taratish deganida bu quyosh o'zidan nur taratadiku ashroqo lishamsi atlaa yoki tolaa tolaa ishlatiladi afaliga tushmaydi tushadi o'zi tushirilmaydi lekin tolaa holida ishlatiladi tolaa lil qomar tolaa qomarga nisbatan ishlatiladi kelovi ham nur taratdi degan lekin ma'nosi bir xil demak laysal kitabu qodiman bo'larkan Nabiyeva kitob haqida laysadan boshlangan gap. Laysal kitabu kasiran. O'zbekchasi? Kitob ko'p emas. Qarang, kitob birlikmi, ikkilikmi, ko'plikmi, mufrodmi, musannami, jammi? Kitob. Mufrod? Mufrod, buni jami kerak sizga. Jami qanaqa bo'ladi? کتاب جامع کن کن قبولت کتب قبولت
ها كتب. ليس الكتب كثيرة. كتب غير أنا غير عاقل يعني إنسان ماس نرسل مؤنث خصب لنا ده تعامل معاملة المؤنث المفرد مؤنث مفرد ده معاملة قلنا ده ليست ولد مؤنث كي ليست تل كتب كثيرة كثيرة بلد كتابلار كوب إماز چونك بيت كتاب شندوغم كوب ماس و بيت كوز وشانچون ليست الكتب كثيرة بلد ياز بوين خب همه گپی لانه یازی لدب تاریلی استاز نادرا ليس كتب القرآن رخيصاً بلو رام استاذ وزبی چه سنه تیمرن چه؟ قرآن کتاب ارزان ایماز کتاب دماغچه مسیز یا کتاب لره دماغچه مسیز خواست کتاب لره خب بایدیز وای کتاب دیواردم لیسه کتاب القرآن کثیران رحیسان کتاب القرآن دب اتمیمز ده قرآن اوزنه القرآن دب اتورمز کتاب القرآن دمیمز عرب تلده بز اوزبی تلده قرآن کتاب دیمز لیکی عرب تلده قرآن کتاب دیل میده قرآن دیلد کتاب کشل میدن اون ده اوزنه یا ایتیم لیس کتاب رحیسان یعنی معناسه کتاب ارزان ایماز ایماز انا اون ده طور بولد لیس کتاب رحیسان اگر قرآن ارزان ایماز تیز اون ده بردن اگه قرآن نیدست لیس القرآن رحیسان دیسیز چون دیزه کتاب القرآن شلت المیده کلو برگلیده احمد جان خدیجه ليس الكتاب صغيرا يخشى نما ديگانو كتاب كتيك إماس كتيك إماس ليس الكتاب صغيرا يخشى أستاذة حبيبة ليس الكتاب ثقيلا كتاب ثقيلا أغر إماس أغر إماس يخشى الآن كل واحدة منكنا تنشئ جملة عن كسلان عن الكسلان تبدأ الجملة بفعل ناقص ظل دوام الت دانجسا نمدر بولشتا دوام الت بجان جاب اتسلا عذر عميلة ابدأي نزاكت لا ظل الكسلان نائما دنگسه اخلاشته دوام نعم صحيح احسنتي كماله ما حاسس فكرت تطلعتي ما ديش المهم ما اللي دنگسه يعني انا ما دور بولشته دوام اتكن بولورسو دنگسه دنگسالیکته وقنا قبولات كيت قولش ده دوام ده دو سيز بولات دور كيت قال ده كيت قال يعني اسم متأخر اسم إشلت لد متأخر ظل الكسلان متأخرا yaxshi dangasa kech qolishda davom etdi degani bo'ladi bu ظل الكسلان متأخرا keyingisi nabiyeva ظل الكسلان لا تقرأ o'qimaslikda davom etdi bo'laveradi لا تقرأ
يوق لا تقرأ وقم يبت دجانكو خم مونس كي لا يقرأ بولاد ظل الكسلان لا يوق سزونج يوق في القومي مس اسم قويش مس كريس أنا قبي كارچ باريد بي كارچ دجان سوز باريد أنا وش اسم قويش مس كري عزم اتمس كي بي كارچ نميدا مهمل مده مهملي دادش مثلا بكورج باز من تكشر والي مهمل مده يومش من تكشر والي مهمل ها شو نقا مهمل بي انا قا اعتبار سيزا كا بكورج يام باري ده لكي اعتبار سيزا نق سيزان بولاده شلت سيزان بولاده بکارچ نیم یاز وارم اسم یکی بقاسه خواب نمی کن شنا قوی دلل کسلانو موخ مرد موه میلن موه میل من اعتبار ساز یاز برم موه میلون اعتبار ساز بر بر گمان آسی اقن دیانو اعتبار سازم شلم اگه اعتبار برمید کو دلل لانو مخمیل لان بولاده مخمیل لان اعتبار سلکت دوام ات یخشه خب بو کمی ده بو احمد جان خدیجه همه ده یا نبیوه استاز نادره زل الکسلانو لاعبان بلو رده اوینشت دوام ایتد سیزم بلو یخشه استاز حبیبه زل الکسلانو امد دوام ایتی که بفرقلكته دسامچ استاد بفرقلكته دا ضحك كان دسامچ كلشته دا ضحك كان ديسون دي اسم فاعل قلب ظل الكسلان ضاحكا انما دي يعني بولاده دنگسه كلشته دوام etti شنقا يخشن الان وظيفه اخيره جمله كل واحدة منكن تنشئ جملة عن العامل تبدأ بفعل ناقص أمس أمس كيتشتون ده يعني كيتش بيت جا كيتش قرون جبارب شنو قبول ده دجان فيل دم باش لينيان جا بتسلا إيش حق ده إيش تي كيتش قرون جبارب نمدر بوجام ولاده نزاكيت يبدأي أمس العامل أمس أمس العامل ضعيفا اشتكت كبارب زايف لشت يخشو كمالة أمس العامل تعب تعب نماذي كيش كبارب تعب چرچده اشچه کچکه بارب چرچده نبیوه امسل آمیلو زهبه نمه دیگه خیلی ده که اکید ده خیلی نماز اسم شو زهبانه اسم گه ایلانتره اسم فایلو نیتی ذهب أنا اسم فاعل أنا قبول هذا نبيبة ذاهبون بولادة صرف درس لان كورب شقيلات بيزمر تيتما كور مثل ذاهبون بولاد باش ده ورقت كما اسم فاعل لان يساش أمسل عاملو ذاهبان
Nima degani bo'ladi o'sha o'zbekchada? Kecha kechga kechda qaytdi, ketdi. Kecha kechga borib, ishchi ketdi degani bo'ladi. Xo'p, ustoz Nadira. Ustoz eshitmay qoldi, meni chaqirdingizmi? Ha, ha, gap eting ishchi haqida. Amsil amilu. Amsa, amsa. Voy. Amsal amilu nazofan. Nima degani o'zbekchasini ayting? Ishchi kechga borib tozaladi. Tozaladi? Filmi. Fildi yozib qo'yibdi. Yo'q. Qanaqadir bo'lgan bo'lishi kerak. O'zi toza bo'lgan demoqchimiz. Yo bir joyi tozaladi desiz, unda bo'lmaydi. Ha. Film as ism bo'lishi kerak. Maridon. Ha, bo'ladi. Nima bo'ladi? Ma'nosi shunday. Ishchi kechga borib kasal bo'ldi. Kasal bo'ldi bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. Xo'p, ustoz Habiba. Amsal amilu atishan. Kechga borib ishchi chanqadi. Yaxshi. انتهينا من التدريبات للإنشاء والآن ماشي لبعض ماشي بول تدريب لل جمعان سوز لان رسم يوم تدريب للإعراب أظن قد أعربتن في الدفاتر في البيت صحيح قرب إيراب لبوسي لكيري جاب لنا وجه تيارو إيرابه ويدا إيراب لب يازجن بولشي لكيري ياز دي لما ها ياز دي أستاذ جيد إذن نبدأ الموضوع الجديد كين موزون باشليمس إن و أخواتها إن و أني شريك لنا إن حرف التأكيد أولا حرف التأكيد حرف التأكيد ينا حرف مشبه بالفعل دبان بعضي كتاب لدوق قالوا شيء ممكن منا خيران بوميلا مشبه بالفعل ديجانا باز جنترمان يعني يعمل عمل الفعل فعل نعمل نقله ديجانا عند بنوز بيتشس نيوزمس إن تأكيد حرف تأكيد تأكيد حرف مشبه بالفعل ديجانا فعلنا عمل نقل جانا وشون فعلج وخشش حرف ديجانا حرف مشبه بالفعل يعمل عمله ديجانا فعلنا عمل نقل qilgan uchun li annahu ya'malu amalahu desagan bo'ladi li annahuni yozmasdan qisqartirib ya'malu amalahu desagan bo'ladi qisqa bo'lsa chun esda qolish oson bo'ladi ta'kid harfi fe'lni amalini fe'lni amalni qilish nimaligini hozir o'rganamiz qilgani uchun fe'lga o'xshash harf deb nahvshunoslar innani shunaqa nomlashgan. Tushundingizmi? Tushundinglarmi? Va axovatuha degani
oldinam tushuntirganimda ekan nima degani axovatuha opa singillar o'sha innani sheriklar Xo'p, fe'lli amali nima ekan qizlar? Fe'lli amali shundan iboratki, fe'l mutaaddi fe'lli o'zidan keyin keladigan ismga ta'sirini o'tkazadi-da, ismni nima qilardi? Nima qilardi ismi fe'lli? Fe'l qaysi ism ustida bajarilgan bo'lsa, o'sha ismni nima qiladi fe'l? Mansub. Nasb qiladi, ha? Ha, mansub bo'ladi u ism. Fe'l nima qiladi o'sha ismni? Nasb qiladi. Fathali qiladi. Bu ham o'zidan keyin kelgan ismni nima qilar ekan? Nasb. Nasb qilar ekan. Fe'lga o'xshayaptimi qiladigan ishi? Na'am. O'xshayapti. Bo'ldi. O'xshayotgan bo'lsa, tushundinglarmi? Mana shu narsani hozir o'qiymiz. Innadan keyin kelgan ismlar nimalik bo'lar ekan? Mansubun bil fatha. Nasb. Mansub bo'ladi. Anaqa i'robi o'zidan keyingi ismga ta'siri fe'lniki bilan bir xil bo'lar ekan-da. Shu narsa nima deb atalar ekan? يعملوا عمل الفعل فعل نعمل نقلد يوكي حرف مشبه بالفعل ديجان ده شو نرسى نظر ده تتلر كان شو ديلام ديلام شو ما ديلام فهمتو هذا اوقو يانمز ديانا شو ما لسلو بكم شو ما جانبو بسي چيلا ده بنا شيري لارا يطلو للا إنا أنك أن لكنا ليتا La'alla. Hozir bitta qanchasini bergan to'xtanglar jasliga ko'paytirib yubormang. Yodlab olinglar. Lekin oson mandagi yodlab olsanglar qaytanga o'zingizga yaxshi bo'ladi. Lakinna layta la'alla. Yaxshi. La'ni qo'shmabdi. La chunki o'sha bahvil fe'l emas, balki innani amalni qiladigan nafiy jins harf uni. Bo'ldi, mana bunaqa qilib yozib olib yodlab olinglar, xo'pmi? Inna Inna bilan anna bitta narsa. Inna, anna, ka anna. Ka anna, lakinna. Layta. La'alla. Bo'ldi. Mana shuni yodlab olinglar. Anaqani nasib qiladiganlarni ham yozib berdim, qisqa qilib yodlab olinglar deb. O'sha boshida biz bir marta o'tganimizda yodlaganimiz, undan keyin ochib qaramaganman men, o'sha bo'yicha esimda turdi. Anlan izankay. Shunda anlan izankay deb yozib yodlab olishingiz kerak uni. Fe'lni oldida kelib, fe'lni fathali qiladiganlar bor edi-ku. Esingizdami? Anlan izankay qilib yodlab olinglar. Endi ismni oldida kelib, ismni fathali qiladiganlar mana ekan. Inna annaka anna lakinna layta la'alla la qilib, ashula qilib aytasizlarmi, raqsga tushib aytasizlarmi, nima qilib aytsanglar ham xullas mashini yodlab olishingiz kerak. Tushunarli-ya? Inna endi kerak bo'lsa-da, xohlasa shunaqa qilib ham aytib ko'ring. Inna annaka anna lakinna layta la'alla la deb biz ashula qilib ham aytib ko'rardik qizlar bilan, o'rtoqlarimiz bilan. Endi esimizda qolsin deb. Bir ikki marta qaytarsiz, o'zingiz sizda qoladi. Oxirida la'si kerak emas, sizlarda hozir yo'q. Keyin boshqa keyingi kitoblaringizda chiqib qolsa o'tamiz. Tushundinglar? Mana shuni yodlab olinglar qizlar. Kerak bo'ladi sizlarga. La'ni boshqa ma'nosi ham bormi? La ha. Anu la ilaha illalloh de, o'sha nafi jins. La li nafi jins bordi. Umuman yo'q degan ma'noni bildiradigan la ham bordi. Oddiy inkor ma'nosida la yo'q degan ma'no, unaqa la ham bor. Umuman bitta ham yo'q degan ma'nodagi la nafi lil jins degan la ham bor.
u hozisilarga bermagan keyingi kitobingizda chiqsa kelgan paytda o'tasizlar. Hozir sizlar mashina yodlaysizlar, uy vazifasilarga birinchi vazifangiz shu. Menga aytib berasizlar. Inna annaka anna lakinna layta la'alla qilib. Men xohlagancha xohlasizlar, shuna qilmasdan oddiy qilibmi aytishingiz kerak bo'ladi. Tushunarli. Tushunarli. Qilinglar shuni. Hop, endi o'qiymiz. Naqra'ul amsilata va nata'ammaluha. O'qib, misollarni o'rganib chiqamiz. Al amsila. Mubasharatan naqra'ul misalayni. Sirozi ikkitadan misol o'qiysizlar har bittangizlar. Inna aydan harf nasib. Harf mushabbah bil fi'l. Nasb qiluvchi harf, harf nasib degan oti ham bor edi-ku, boyigilarni ichiga qo'shib yozishim kerak edi. Esimdan chiqib qoldi. Harf nasib deb ham yozib qo'yinglar. Tadkhulu aw yadkhulu ala al-jumal al-ismiyya aydan. Kama al-af'al an-naqisa. Naqis fe'llarga o'xshab, ismiy gaplarni oldida keladi bu ham. Va yansibul mubtada'a ويرفع الخبر مبتدا منصوب خبر مرفوع قلد والمبتدا يسمى اسم ان والخبر يسمى خبر ان خد ناقص فعلانيكي اوخشب مبتدا انن اسمي ان يوكي اون شيريلارن اسمي деп аталады خبر اسا انن خبر деп аталады نامي هم ازгина اوزгарад انا اند اوقيمس نزاكت اقرأ المثلين الأولى الجمل صبور صبور صبر لي صبر جمل صبور قد صبر لي دي أنا تيمبولي صبر لي تيا صبرلی توی دارد. توی اوت صبرلی در دسیم بولاده. این ده کینگی سنوقی؟ این الجمل صبورون. صبورون. آب. البته توی البته توی اوت صبرلی. دیمی ماذا تغیر عندنا؟ هنا نموز گرده؟ الجمل صبورون ما نوع الجملة؟ جملة اسمية صحيح ما إعراب جمل؟ مرفوع بالضمة دي. ما وظيفته في الجملة؟ مبتدأ بعد دخول إن ماذا حدث؟ إن كري أول دانكي عندنكي نما بولد؟ نصب بولد، منصوب بولد. نعم نقول إن حرف التأكيد يوكي حرف ناصب دين أخلصس حرف مشبه بالفعل دين إيه أصلا حرف التأكيد؟ إن حرف التأكيد. الجملة؟ الجمل من الجمل الجمل اسم إن منصوب اسم إن منصوب بالفتحة فتحة صبور صبور إن خبر إن خبر إن مرفوع بالضمة نعم فقط هكذا شو نرسه أزجرد فقط مبتدأ إعرابي va ikkalasini ham ozgina nomi o'zgaradi. Jay. Kamala iqro'il misal. Kanada faqat xabar o'zgarardi. Ha, noqis fe'llar manba xabarni mansub qilardi. Ha, ana qila harf nasibla nasb qiluvchi harflar yoki harf mushabbah bil fe'llar fe'lga o'xshash harflar anaqani mubtadoni o'zgartirar ekan. مبتدانه اوزگرد رده بوله ناقص فله نمان اوزگرد رده کانه و اون شیری لرده بیسل قاسگم بولد کانه و اخوات لره خبرنه
منصوب قلرده اینا و آخوات لاره نمانه منصوب قلر که مبتدانه مبتدانه منصوب قلر کن اقرائی کماله الحرام قادیمون قادیمون یا نه قادیمون دوست قادیمون البته حرام ازاق در حالا البته گی که مدیک ازاق مست بود اسکه الحرام قادیمون احرام بارو پیرامیده حرام پیرامیده دیگه مصر دیگه چه پیرامیده اسکه در یعنی پیرامیده اسکه دوات در چون دیلاما خب اینده ان الحرام ما قادم قديم ان الحرام قديم معناسه البته پیرامیده اسکدر یخشه خب نبیوه الامتحان قریب امتحان یقن قریب دیزه أن الامتحان قريب. علمت أن الامتحان قريب. ما ناصر؟ علمت. بلدم دي أنا. امتحان يقلقنا بلدم دي أنا. بوتا بزاقة بيتواتكي. إن بلا أنا إكلو بيتنار سيد بوي إتماما. تورما. برابر قويدم. كلو بيتا نرسى البتة ديانا فقط فرق شندكي إنا جاب باش دكيلاد إنا دعوضة هيج نرسى كميدة أنا إسا قد تكيلار كن إنا دا فرق نمي كن فيل دان كين كيلار كن يو جاب فيل دماز جاب أورتاس دا أورتاس دا كيلار كن ونا عالدن باشقا سوزليام كيلو رار كن Anne de aldın. Leki inne de aldın. Kime seke? Demek inne bile anne'nin farkı şundaki inne gapni başı da geledi. Anne ise gapni ortası da geledi. Gapiz ortası da işletmakçı bu siz. Yok ki etkenizdeki fiilden keyin o şu fiilli nimaga dur. Qaysidir gapga bog'liq bo'lsa o şu gapdan oldin anne qo'yarkan siz. Ayniqsa ismi gap da oldin fe'l kelsa oldiga anna qo'yib keyin o'sha ismi gapni qo'yar ekansiz. Ko'p narsalarni o'rgansin bo'ladi bu holatda. Eng soddasi o'rganadigan narsamizni anna gap o'rtasida kelar ekan. Inna gapi boshida ishlatar ekanmiz. Alimtu anna limtihana Qoribun. Mashdi ekanligini bildim deb tarjima qilasizlar. Xo'pmi? Har doim gap o'rtasida kelganda. Albatta imtihon yaqin ekanligini bildim. Tushundingizmi? Ha, tushundim. O'zi shuni 3-sini o'qidinglar. Endi 4-chi misalu robi ustoz Nadira. الزهرة ناضرة گل 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 یابتمه ناضرة انا قاب قرآن دیم کلا دیو وجوه یومئذ ناضرة الى ربها ناضرة قر لگن انو نور و یوزی آرش کت دیدیو خورسن بگن بود تند گل پر لیابتمه دیمیس چقن انو کوزگه Kuzge tushib anu nima deydi? Kuzge ko'rinib turibdi deymiz. Chiroyli odamlarni-chi nimadir dedik o'shani xalq tilida nimadir deya bir nima deydi. Yashnab turibdi-dirmidi? Aha. Unaqa aynan nur taratishmasdi. Bunda kuzge ko'rinib turadi-yu, hamma narsadan atlichitsa qilib, do tashlanib turibdi deymiz-u, o'shunaqa. يسرني أن الزهرة نادرة يسرني نما أستاذة مين خرسان قلادة ديان ها
gülne gülne gözge taşlanışı meni xursand qiladimi? Gülne yaşnap turışı meni xursand qiladi. Yaşnap deganda o'sha ko'zga tashlanib turishi nazarda tutamizda, o'zi yaşnap turibdi degani shu ma'noni bildiradi shekilli. Va mana bu yerda ham gulni o'sha yaşnap turganligi, albatta gulni yaşnap ochilib turganligi meni xursand qiladi deb gap o'rtasida kelganda mana anna ishlatildi va mubtadoni mansub qildi. المثال الخامس ختيجة. الكتاب أستاذ. نما ديجانا كتاب أستاذ ما كتاب أستاذ در Kengisi? Ka'anna al-kitabe ustazun. Bu ka'anna demek hamasının vazifesi var. İnna ve anna lit-ta'kid. Mantıke yazamız indi. Ben bu sılanı biz kelime uçuruşka mecbur mu? İnna ve anna lit-ta'kid. للتأكيد إن وأن تأكيد أجون أوزبيتش أسنى أوزيلا يوزول أسنى زابستان بس حام أوزبيتش أسنى مابشكو بوقت كتادة كأن للتشبيخ سليا ماشنا قلبي إسلاب قولي لدي بزي ماش بوشنا عرب جس دان إسلاب قولي أمس كأن للتشبيه وبعد بزي بناقة جاب لاش لانا ناقة لانا زور بالمسي دي بزي باش لانا غتشي ديك وش باش لانا غتشي توقع يعني بلا من بلا شو بلا ناخو ناچ قرمه جمع وش اسم دا قو يعني بويچو وزا يلغة چه يتك طورو كين درس بير جريان ده تكرار بولي مستحكم لان يعني لكي وش باش دا يطلع يعني مز بلا يعني آچ بيطلع بطر مجمع مزدماغ چما چون يچون باش دا اسلاب قالي لشو عربيستا كأن للتشبيه للتشبيه ديگان كأن اخشتش چون ديگان اوزبيچاسني اوز بويل خاقما إن أن كأن لكن لكن لل لكن للحصر ده كيجن خاص بود كيما جنب بولش يا ممكن لكن ماشي للحصر ويانا باش كمان اسم واريش شو نبكى يا زبريلة كي جرالش وشون ممنقى لكن للحصر والاستثناء قلب أجرت شو شو نمشت وش حصر عندي لا كي جرالش مثلا خرج الطلاب لكن المعلم لم يخرج o'qituvchilar to'quvchilar chiqishdi faqat o'qituvchi chiqmadi chegaralayotdi anaqa ajratyapti inna annaka anna lakinna layta littamani la'alla للترجي ليت أرزو لعل ترجي أميت ليت بلا لعل وزبيت تلدا أرزو وميت بزا بيت بتشنامز ليك عرب تلدا فرق بار عرب تلدا أرزو ديجانا عمل جاش مي ديجان نرسانا أرزو يا ليت بلا إيش تلدا وش أتون نبى سورة استم آخر ده كافر لجا استعذ بالله ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بتردكو تورما وش كنا كافر أخوال دان ليا ليتني كنت ترابا
قنيدة تبراو كتام تبراو ماس لكن بلاد لك قنيدة تبراو كتام دي ده لك وعمل جوش ميديا أرزو باب تبراو ميدا شو كي خيوان تبراو كتام دي وش خيوان لك خاص كلاده نعوذ بالله من ذلك لعل إسا أميتو جون ما بلايت أرزو وزبيت الد أرزو بلا أميت بتنار سامبل دراديو وكل سلايت أعمال جاش ميدجان لعل إسا أعمال جاش ميدجان بقولش ممكن بوجه نرسك شن دي سه شن دي لاما شو حرف ليش شو معنى ولا أنا بالدراديو يازب قوي لدي يعني جماعة كان وزبيت شاسني يازب بريل حكى بقصقة شاسه يسيله ده قالش شن دي تولق معناسنا بحثت وقيمز bu qisqartirmasi bu qisqartirilgan narsalarni men eslab qolishingiz uchun takrorlab inna va anna lit ta'kid ka anna lit tashbih lakinna lil hasr ayta lit tamanni la'alla lit tarajjid eslab qolishingiz uchun qisqasini yozib beraman to'liq ma'nosi bahsda keladi كأننا ما ناسن شن دي لما كأن الكتاب أستاذنا كموق يعني ده ترجمة سن شراء لقل قبرين ما نشوزه اوكي كتاب 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 أستاذ ديك ها كتاب أستاذ ديك kitob ustoz kabi desam bo'ladi o'zbek tilida dek kabi o'xshatish uchun nima so'zni ishlatsak mana shu o'sha so'zlarni o'zbek tiliga ishlatamiz al misalu sadis 6-chi misol ustozi habiba al qamaru misbahun oy chiroq در چراغ کیچاسی آرده دیو چراغ کو چراغ که آن القمر مسباخون دیمگ آی چراغ کبر در آی چراغ کبر نه طولق چند مستاس به هر بر باش دو بگنم جی المثال السابع نزاکت الأساس قديم ميبلر إسكي ميبل إسكي ميبل إسكي البيت جديد لكن الأساس قديم أيمزين أيينج لكن ميبلر إسكي نعم البيت جديد لكن الأساس قديم. نعم أنا أجرت وقت كورتزمة. أنا قد حصر ديانة چيگر لاش ديانة دي. فقط ويينج دوات. چيگر لوات دي. فقط ويينج لكن ميبل إسكي دوات. چيگر قوي وات دي. يينج نرسة لوچ. فقط ويينج. وخاهم نرسة يينج ما استماغ چه دي. وشه معنان چيگر لوات دي. خاص پس ده یعنی که لد معنی آلر المثال سامین کماله همه سده مش انقه حرف مشبه بالفعل لدن کین کین اسم این و اخوات لردن کین کین اسم لهم است منصوب بالفتح بود اقرأ المثال سامین اقین سکزن چی الخسائر قليلة خسائر أنا قاعد أشرع النرسة تلافت يدك النرسة تلافت يدك النرسة نار خسائر وكوب لجدة وش تلافت يدك النرسة أنا كوب لجدة قص قدم كم 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 در تلفات يتكن مثلا كان ده بزيد نميدة وشير درمدة مد وش وشير ب وزبيش نميدة زرر زرر كم وشير بيوكي باتيريا دي دكو أنا قا برنا مدة
nimadir falokatdan keyin yo'qotilgan narsalarchi. Ya'ni zarar yetgan narsalar, o'shada o'zbekchasini eslolmayman. Usher degani o'sha zarar ko'rgan narsa deganida. Talofat dermidi bizda o'zbekchada? Talofat etgan. Talofat ham deydi. O'sha talofat etgan narsalar kam deyapti. Sabbatin naru lakinnal qosi qalilatun. Anaqa sivit sivitlarni anaqa qildi, ko'tarilib ketdi, olov juda ham qattiq yondi degani. Olov juda qattiq yondi, lekin falang alangaladi derdi-yu, o'sha qattiq yongan olovni nimadirdi, alangaladi. Olov alangalab ketdi. Olov alangalab ketdi, lekin talofat ko'rgan narsalar kamdir. Talofat etgan narsalar kam. Zararlar kam. Zararlar desak ham bo'ladi, o'sha zarar nazarda tutiladi. Xo'p, al-misalu tasa nabiyva. Al-fakihatun nazijatun. Nazijatun nima degani? Pishgan, pishgan. Mevalar pishgan. Meva pishgan. Bitta birlik bo'ldi. الفاكهة ناضجة ميوة بشكل رأيت الفاكهة نازجة ميوة بشكل إما سيطم رأيت الفاكهة ناضجة قنيد ميوة بشكل أرزو قوات qaniydi meva pishsa. Endi bu yerda anu men aytgandek amalga oshmasligi, unaqa narsalarga qaramagan, ishlab turgan, o'zi lekin farqini aytib beraman. Pashti bir-biriga yaqin ma'no. Arablar ham o'zi ishlab turadi, laytani ham, la'allani ham. Lekin ilmlilari o'sha farqiga qarab ishlatadi. Qaniydi meva pishsa deb tarjima qilinadi. Pishmagan ekan-da meva, meva pishmagan paytda uzib olgan. Endi uzvogandan keyin baribir pishmaydi-yu, bir tomondan to'g'ri ishlatilgan. Anaqa qaniydi meva pishgan bo'lsa, lekin xom ekan-da mevasi. Uzi uzib bo'lgandan keyin etsa shunaqa bo'ladi, to'g'ri ishlatilgan bo'ladi. Tushundinglarmi? Tushundik. Laytidan keyin mana al-fakihata bo'lib mansub bo'ldi. Ustoz Nadira Al-qomaru toli'un. Oy chiqdi mi? Layta al-qomaru toli'un. Layta al-qomaru toli'un. Qomaru toli'un. Qanidi oy chiqsa. Yaxshi. Ustaza Habib, Xodija Morida, Xodija. Al-kitabu Rohisun. Nima degani? Kitob arzon. Ha, kitob arzon. Keyingisi? La'alla al-kitaba rohisun. Rohisun. Kitob arzon. Kitob arzon bo'lsa edi. Ha, kitob arzon bo'lsa edi. Keyin buni la'lani deb umid qilaman deb ham tarjima qilinadi o'zbek tilida. Kitobni arzon deb umid qilaman. Deb ham tarjima qilinadi kitoblarda ko'pincha o'zbek tiliga qilinganda. Ustaza Habiba Al-maridu na'imun. Kasal uxlagan. Kasal uxlagan. La'alla al-marida na'imun. Kasal uxlagan deb umid qilaman. Ha, yoki kasal uxlasa edi. Kasal uxlasa edi. Uxlaganinda edi. Yoki uxlasa edi deb ham umid qilib ham aytiladi.
كيم بو استعمال ده كوبنش لعلك بخير أنو كيمي قسا ماذا سبو مسكور مي قسا لعلك بخير يخش مسا نديش شتو وتبع فيو في باريات كده أنو رسلة رسلة بلا عرب تلا جدين بربرجة كوب حالت لدا يا يقن ليش لا تلاشيا رسلة نديش وتبع فيو في باريات كده gapiradi-ku. O'sha shunaqa nadeyus deganda la'alla ishlatadi arab tilida. Umid qilaman. Umid qilaman. Deymiz biz ham. Yaxshi sizni umid qilaman deymiz. Yaxshi. Naqra ul bahsa. Endi bahsni o'qiymiz. Hop, avvalan nuqassimu al bahsa. Bahs laysa kabiran. Al bahsu uncha kattamas ekan kam antunna sitta oltita ekansizlar demak bahsimi qoidamiz ham bor qoida bitta kishiga bo'lsa uni beshta odamga bo'lsam nuqtagacha bo'lsa menimcha normal bo'ladi tikacha va bu yog'ini mana bu yog'ini keyin o'qiyasizlar. Nazokat iqroi bidayat al-bahs. Kullu misalin fil qism al-awwal yata'allafu min mubtada'a wa khabara. Min mubtada'in wa khabari. Mubtada'in wa khabari. Wa huma marfu'an kama 'alimta. وإذا نظرت إلى القسم الثاني رأيت الأمثلة نفسها بعد أن دخل على كل منها أحد الأحرف إن أن كأن لكن ليت لعل جيد نترجم حتى هنا كل مثال في القسم الأول يتألف من مبتدأ وخبر تبدأ بزوقيان o'pshi 24 ta har bir qatorda ikkitadan misol o'qidik. O'ng tomonda 12 ta, chap tomonda 12 ta misol. Ya'ni al-qismul awwal al-amsilatu min al-yamin. O'ng tomondagi 12 ta misol hammasi yata'allafu iborat tashkil topadi min mubtada'in va xabar. Mubtada va xabardan iborat. Va huma marfu'ani kama 'alimta. Biz oldin o'tganmiz mubtada va xabarni. Bilganingdek u ikkisi mubtado va xabar marfu'an ikkisi ham marfu bilganingdek. Va idza nazarta ila al-qismi ath-thani endi ikkinchi qismga ya'ni al-qismu ath-thani hiya al-amsilatu min ash-shimal chap tarafdagi misollarni aytadi al-qismu ath-thani deb. Chap tarafdagi misollarga qarasang nazarta qarasang رأيت الأمثلة نفسها خد شو وانت من دي جاب اوزن كورسان بعد أن دخل على كل منها أحد الأحرف إنك إن أنك أن لكن ليت لعل فقط خد شو وانت من دي مثال اوزن لكن إن البتة أن يم البتة كأن خد إنكي كابا لكن ليت qaniydi lali umid qilaman degan ma'nodagi harflar kirgandan keyin oldiga kelib qo'shilgandan keyin xuddi shu o'ng tomondagi misolni boshiga shu harflar qo'shilganidan keyingi holat chap tarafdagi misollarda xuddi shu misolni o'zi faqat boshiga shu harflar kelib qo'shilganini ko'rasan كمالة وقسمة كمالة تزم كمبيوتر تيدم دو شنجي سال أنا قينا لو تدم لعلى و إذا تعملت و إذا تعملت و أواحرال اسمائي في هذا أواحرال اسمائي واحر الأسماء في هذا القسم وجدت
تال اسمال أولا منصوبا في كل الأمثلة، والاسمال اسم الثانية مرفوعا في جامعها. والذي أحدث هذا التغيير ودخول الأحرف المتقدمة في حل أحرف بولد شوت كيتش ترجمة قلمس. وإذا تأملت أواخر الأسماء في هذا القسم وجدت الاسم الأول منصوبا في كل الأمثلة. ماشي تشابتر أبتيجي boshiga shu harflar qo'shilgan, xuddi o'ng tomondagi ismiy gaplar mubtado va xabarni oldiga inna va uni sheriklari qo'shilgandan keyingi o'zgargan holatiga qarasang, mana shu qismdagi, ya'ni chap tarafdagi misollardagi birinchi ismga e'tibor bersang, ta'malda e'tibor qilib, ta'ammul qilib o'ylab ko'rsang, chap tarafdagi misollardagi birinchi ismi oxirini في هذا القسم وجدت الاسم الأول منصوبا في كل الأمثلة. حرب التمثال ده برنش اسم آخر نه منصوب إكان لجنة بلسان وجدت أنا ما سلقيت كما بلدين وجد فيلنا عليما ما ناسته شو نعم ناسته بيتون ما بلسان كي من شو قسم ده يعني كنش قسم ده چاب طرف ديگه مثاللار قسم ده برنش اسم نه منصوب ekanligini bilasan, ya'ni bilding. Aytim ta'ammul qilib e'tibor bilan qarasang bilasan. Wal isma saniya marfu'an fi jami'iha. Va barcha misollarda esa ikkinchi ismni marfu ekanligini bilasan. Agar ta'ammul qilib e'tibor bilan o'ylab ko'rsang, birinchi ismni mansub, ikkinchi ismni esa marfu ekanligini bilasan. Mana hammasi marfu tepasigacha ikkinchi ism. Va wallazi ahdasa hadha at-taghyira huwa dukhulul ahrufi al-mutaqaddima. Mubtado xabarda ikkala u ham marfu bo'lish kerak edi. Oldiga inna va uni sheriklari qo'shilgandan keyin birinchi ism mansub, ikkinchi ism marfu bo'lib qoldi. Wallazi ahdasa hadha at-taghyira. Mana shu o'zgarishni ahdasa paydo qildi, allazi u narsa, shu o'zgarishni paydo qilgan narsa duhulul ahrufil mutaqaddima. Shu o'zgarishni paydo qilgan narsa nima ekan? Yuqorida biz o'tgan mana shu inna annaka anna lakina layta la'alla inna va uni sheriklari bo'lgan mana shu fe'llarning gapi boshiga kelib qo'shilgani nima qilibdi? Shu o'zgarishni mubtado va xabar mubtadoni e'robidagi o'zgarishni paydo qildi. Ahdasa paydo qildi hazat tag'yiro bu o'zgarishni va duhulu duhulul ahrufil mutaqaddima. Yuqorida mana biz o'qigan harflarning duhul gapni boshiga kelib qo'shilganligi shu o'zgarishni paydo qildi. Iqro'i nabiyva. فهذه الأحرف إذا تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب الأول ويسمى اسمها وترفق الثانية ويسمى خبرها. فإذا تدبرت معاني هذه الأحرف الستة أحرف الستة في أمثلتها وجدت إن وأن تفيدان تفيداني توكيد ثبوت الخبر للمبتدأ وكأن تفيد تشبيه المبتدأ بالخبر. نعم. فهذه الأحرف إذا تدخل على المبتدأ المبتدأ والخبر. إن ده سجل نتيجة خلاص يعني توت ديماك إذا بوت ديماك تيجي معنا ده. شو ده يكأن ديماك هذه الأحرف من شو خارف لار تدخلوا على المبتدأ والخبر فقط كنا مبتدأ وخبرنا باشقة كلب قوشلة أولار إكان شون ديلا بو خارف لار فقط جملة اسمية مبتدأ وخبر أولدقة كلب
qo'shila oladi. Bitta so'z oldida kela olmaydi. Albatta u so'zni u so'z birinchidan ism bo'lish kerak ekan va uni xabari bo'lish kerak ekan. Tushunarlimi? Demak, bu harflar faqatgina mubtado va xabarning boshiga kelib qo'shila oladi. Fa bu natijada o'sha boshiga kelib qo'shilgandan keyin natijada tansibul awwala va yusamma ismaha birinchisini ya'ni mubtadoni tansibu mansub qiladi va uning ismi deb ataladi va tarfa'u saniya va yusamma xabaroha ikkinchisini xabarni marfu qiladi va uning xabari ya'ni o'sha harfning xabari deb ataladi. وإذا تدبرت معاني هذه الأحرف الستة في أمثلتها وجدت إن وأن تفيدان أنا عند ما يصبر جسلك حرف لان معنى لارا كيف تشخد إن وأن تفيدان توكيد ثبوت الخبر للمبتدا خبرنا مبتدا ده ثابت إكان لجنا تأكد لشنا إفادة ليدا إن وأن يعني للتأكيد دب إسلا قصيز بولا تأكيد وچونك إن وأن تأكيد وچونك مبتدا ده خبر صابت إيكان لغنا تفيداني إفادة لايدا وكأن تفيد تشبيه المبتدا بالخبر كأن مبتدا خبر جاء أخشاش لغنا إفادة لايدا تفيد تشبيه هذه يعني أخشاش إفادة لايدا mubtadoni xabarga o'xshashligini ifodalaydi. Xo'p, ustoz Nadira. Ustoz qayerdan o'qirdim? Walakinni. Walakinni tufidu, nima? Tashbihil. Yo'q, uni uni ka'annaku uni o'qib bo'ldik va lakinnaga keldik. Va lakinni. Meni kitobimda yarmi o'chib ketibdi ustoz. Boshqa Qur'onni o'qa olmaysizmi? Yo'q, boshqa odam o'qib tursin. Ustoz Habiba. Va lakinni ta'ti lil istib استدراكي وهو منع السامع من فهم شيء غير مقصود غير مقصود وليت تدل على تمني حصول الخبر ولعل تدل على رجاء وقوعه والتمنى يكون عادي وتمني يكون عادة لأمر بعيد الحصول أما الرجاء فيكون عادة في الأمور الأمور القريبة الوقوع ولكن تأتي للاستدراك وهو منع السامع من فهم شيء غير مقصود استدراك تشنترش ديجانا للاستدراك دبا مثل قصيز بلادة للحصر بمستا تشنترش شو يعني وهو منع السامع من فهم شيء غير مقصود استدراك دما او biror narsani qasd qilinmagan narsani eshituvchi tushunib qolishidan eshituvchini tushunish to'sish qasd qilinmagan narsani tushunib qolishdan eshituvchini to'sish nima deb atalar ekan istidrok deb atalar ekan istidrok nima ekan qasd qilinmagan ma'noni tushunib qolishidan eshituvchini to'sish istidrok deb atalar ekan tushundinglarmi qizlar qasd qilinmagan ma'noni man bunaqa demoqchi emasman ya'ni
ميبل لا ينجي دي مغش ما اسمع ميبل اسكي فقط وينجي دي شنو چونتر مغش بس لكن نان اشلتر كي چونترش چونك چون ديزم نعم وليت تدل على تمني حصول الخبر خبر حاصل بولشنا أميت قجندة لا يتشلت لركة ولعل تدل على رجاء وقوعه خبر واقع بولشنا ما ب لا يتن أرزو ديلك لعل نميت ديمس دم لا يت خبر حاصل بولشنا أرزو قلشنا بالدرادة للتمني إسلب قليل بياز بيرجندة كي لعل للترجي يعني خبرنا أميت خلش وقوع خبرنا واقع بولشنا أميت قلاد خبر صادر بولشنا أميت قلاد أميد بار خال خبرنا أما عنده أرزو بو أنو يو نرسن يو أرزو قورد يو خمه بركلا شنقا بو ميدين نرسن بو تأموما بو ميدين دمجان والتمني يعني أرزو يكون عادة لأمر بعيد الحصول. حاصل بولش يعني أمم بولش احتمال أزاق بعيد يعني حاصل بولش أزاق احتمال دان أزاق بوجان إش عادت ده حاصل بولش احتمال دان أزاق بوجان نرسجة شتلر كان تمني يعني أرزو أما الرجاء أما أميد فيكون عادة في الأمور القريبة الوقوع صادر بولش يقن يعني بولش ممكن بوجان عادة بولش ممكن بوجان نرسلر جا دمي راجع أرز أميت إشلت لك راجع إشلت لك چون ديسا وزبيت لده فرقه أرز أميت إشلت ورمز دي لك عرب تلده فرقه آنو بومی دیگر راغنه آرزو دیمز بولش ممکن بگن راغنه امید ترجمه کنم سوز بیتلده خانه قدران باب ترجمه کنشم اسکری طوره من طوره یخشه دازم بومی دیگر راغنه نمکنم لیته بوله دیگر راغه گه لعله دیلم بومی دیگر راغه تمنی بوله دیگر راغه راجه انا قد نیلوفر بلن درستم باریدم کنه بار مدیس اوزیز به چیلدن بیر بارسز بلمسم هیچ نتیجه کورمیم اما چونکی برکرسز برکرمیسز اوشان چون بولد شونر سگه من چیک قویماخ چون من برکرش برکرمس لیگه اینده انا قا اوشند کتاب که از خواهی نکم منده لیتن قنی ایده لعلن کاش که این دو شپایت شونا قا اوز بیچه از اسم میکیب خواهیان دورده اوز بیچه ده اینده من این همشتا قاید بیتامی من چون که ترجیمه قیگن آدم نمان نظر ده تودگن بل بومیده ده غرب چسن گرسم نمان نظر ده تودگن چون شم منکن اوز بیچه ده چه بلش قیل مناسی کرد دیمه نقرا القاعده ده قاعده نقیمس استاز نادر اقرائی القاعده این و ان و کان ولیکن ولیت ولعل تدخلو على المبتدا والخبر بتنسب المبتدا ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها جيد إن أن كأن لكن ليت لعل حرف لر مبتدا وخبرنا باشدة كلادة تدخلو ديگن نالدن همسلگه ديگن باشدة كلادة ديگن نحو علمده شنقه برنامانه باشدة كلادة ديگن دخال فعلش لدل و نتیجه ده من بفع نتیجه ده دیگن منان کب خاله ده بلدر کلیم مبتدانه منصوب قلده یعنی فتخالی قلده و شو خرفلرنین اسم ده اتلد
خبرنا مرفوع قلاده يعني خبر رفلي جترو رده و شو حرف لرنين خبر دب اتلاد قايدان چون ديلم؟ نعم بدري بعد كم وقتا عندنا؟ أكثر من 10 دقائق ومن التانكو برا وقت مزبركا أنا قد شكيت بتنزل يدم تلي قولد بسويتي وبزد دياني ديو أخمد جو هديجا هوب ما إلى فيديو تانكو رولار التدريب الأول بين كل اسم و اسم وخبر لإن وأخواتها في العبارات الآتية ويدقي جابلر دقي إن ونشيري لارنا خربرنا اسم وخبرنا بيان قلد ود حاضر بتدن وزيلة ترجمة قلب خربر حرفنا وش إن ونشيري لارنا اسم وخبرنا إعراب بلان إتب برسلة هيا يلا نبدأ بسم الله ابدأي نزكة لعل التفاح كثير الماء كوب بولجان إيدي دوتم يكوب أيجان ديدم الماء كوب بول سيدة الماء كوب بول سيدة يكوب أي جاندة دسيس فيل بقالة دي يك سورو بولش كري جدا كثير كوب كو علما كوب بول جاندة دي قاني دي علما كوب بو ساد سيزان بولد بيني اسما لعل وخبرها لعل ان اسم وخبر ايتي انقلي التفاحة اسم لعل منصوب بالفتحة جيد كثير كثير اسم لعل خبر لعل خبر لعل مرفوع بالضمة جيد كمالة ليت البليد مجتهد قنيدة أحمق مجتهد بالجندة يعني تشخق بالجندة جيد بيني اسم ليت وخبرها البليد اسم ليت مجتهد يا رابني يا متشكر البليد اسم ليت البليد بليد اسم ليت منصوب بالفتحة مجتهدون خبر ليت مرفوع بالضمة نعم أحسنتي المثال الثالث نبي و نبي و بارمي أوكي ويمش لعل التاجر رابح رابح فايدة كروج تجارة فايدة كروج تاجر تجارتش 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 فايدة كورة ده ده بوميت قلمة تجارتش فايدة كورة ده بوميت قلمة بيني اسمه وخبره لعل لعل اسمه وخبرنا بيان قليل التاجر اسمه لعل مرفوع بالفتحة نعم خبر لعل مرفوع بالضمة رابع خبر لعل نعم جيد أحسنتي أستاذة نادرة اقرأي المثال التالي إن النظافة واجبة نظافة تزلج
Tozalik vacibatini düşünüyorum. Vacib. Albatta tozalik vacib. Albatta tozalik vacibdir. An-nazafata ismu inna ismu inna mansubun bil fatha vacibatun khabaru inna mansubun bil fatha marfuun bil bil dommati مرفوعون بالضمة نعم أستاذة حبيبة وجدت أن الأقرب ميتة أقرب نميت أستاذة أنا قلت شيئا أقرب تورا وجدت أن الأقرب شيئا ميت أول أول جانن كوردم دواتر تابتم أول أول جان خالد تابتم يو كي أول جان شايون تابتم يو كي بودم بلدم ما نادا إتسام بولادا شايون أول جان لجينا بلدم شايون أول جان لجينا بلدم اسمو أنا وخبرو أنا بيي أقرب اسم أنا الأقرب البلايتي الأقرب اسم أنا اسم أنا منصوب بالفتحة ميتة خبر أنا مرفوع بالضم بالضمة نعم جيد والمثال الآخر الأخير نتركه للبيت اكتبنا وترجمنا وبينا الاسم لكن وخبرها في البيت التدريب الثاني أولتنشنا وزخما سنعم يوزما قلب ترجمة قلب اسم خبرنا يوزقوي لها وزقيان شلان يوزما قلب خطمة التدريب الثاني أدخل إن عندي لازم يكن عند بنو يجب تب يبدأ الواجب واجب البيت من هنا من التدريب الثاني أدخل إن على كل جملة من الجمل الآتية ويسلو أقشيلو تنقط الأشترون ما من قوات تدان أقوامهما من الجمل الآتية واشكل آخر كل كلمة فيها ويدي جابلان باشجة حربرجة إن قولتن دوات va har bir so'zni oxirdagi harakatini to'g'rilagin deyapti. Vashkul axira kulli kalima degani har bir so'zni oxirini harakatini to'g'rila. Ushkul degani harakatni to'g'rila degan ma'noda ishlatiladi. Chunki shakl so'zi harakat ma'nosida ishlatiladi. Nahv ilmida shunaqa. Mana shu gaplarni boshiga inni qo'yasizlar, so'zlarning harakatini to'g'rilaysizlar. Va albatta, taban tarjimna aytadi. التدريب الثالث أدخل ليت على كل جملة من الجمل التي أتي واشكل آخر كل كلمة فيها خاربر جابنا باشية ليت قوية وخاربر سوزنا وخر حركة دور لجنات شنال لي حرب التسكبير لي أدخل لعل على كل جملة من الجمل التي واشكل آخر كل كلمة فيها quyidagi gapni har birini boshiga la'alla qo'ygin va har bir so'zni harakatini to'g'rilagin dedi. Tushunasizmi? Har bitta harfga bittadan tadrib bergan. Endi da harfan munasiban fil makani al khali min kulli jumlatin washkul akhir al ismayn ba'dahu. Endi quyida kam jumlatan aindana 10 jumalin. 10 ta gap beribdi. يجب عليكن أن تضعن حرفا مناسبا من إن وأخواتها وإملأنا المكان الفارغ في كل جملة وضبطنا أواخر الكلمات سوزلان آخر نخركة تغلل وإن ونشير الأرض ما سنقوي لجابك قرف
gapni tushunib, o'shanga qarab qo'yasizlar. Muayyan bittasini qo'ygin demadi. O'zingiz gapni ma'nosidan kelib chiqib qo'yishingiz kerak. Buni ko'ramiz keyingi dars anaqa og'zaki aytib berishingizlar ham mumkin tayinlab kelsangiz. Ulgurgancha qilinglar. At-tadrib usadi so'zini eshitgan qani? Sabi avaraka samin tamrin fil inşa ken tamrin fil i'rab. Ma inşa'ni babir darsda qilamiz. أتمم الجملة التي يأتي بوضع الخبر المحذوف في المكان الخالي ثم اضبط أواخر كلماتها. آخر ده محذوف. بوش جاي دیگه حذف قلنگا اوچرلگن نقا نرسان قویب گپنا تولدر. قویدگی گپلان تولدر. و ماشه گپلان آخر دیگه سوزلان آخرنا حرکتنا قویگن. اضبط أواخر كلماتها. quyidagi gaplarni ichidagi so'zlarni oxirini harakatlarni qo'ygan deyapti chunki harakat qo'yilmagan yo'q so'zni ham qo'yasiz va harakatlarni ham qo'yasiz buni ham qilgancha qilib kelinglar og'zaki aytib berasizlar menga at-tadrib as-sabi' atmim al-jumla allati tabawada ismi al-mahzufi fi al-makan al-khali thumma adbita akhir kalimatiha boya xabari yo'q edi mahzuf edi endi ismi mahzuf ماشو حرف لانو محذوف اسم لارنو قویب چقسله و یه نخ آخر نخ حرکت لارنو قویر کنسله قزله چون دیلامه؟ نه التدریب السامین اند سکز انچه مشق استعمل كل حرف من الحروف التي تنصب المبتدأ و ترفع الخبر في جملتين هر بیت حرف که اکتا دن گب توزر کنسز مبتدان منصوب خبر نمرفو قلدگن harfni har biriga har birini ikkitadan gapda ishlatgin deyapti. Istamil degani ishlat degani. Ya'ni har biriga ikkitadan gap tuzgin degani bu. Tushundinglarmi? Tamrin fil inshani ham tushuntiraveraman. Tayyorlanib kelasizlar, darsda o'qib berasizlar menga. Tamrin fil insha. Hati sitta jumalin fi wasfil fil. Bihaysu tashtamilu كل جملة على حرف من الحروف الناصبة للمبتدأ الرافعة للخبر مع استفاء جميع الحروف. حرب التحرف حما حرف اشتتب وزا قلت تحرف تقود باية تبار برغم بسيلة إن أن كأن لكن ليت لعل قلت تحرف har biriga bittadan istifa degani teng ishlatgan jami'al huruf. Bittasiga 10, ya'ni 3ta tuzib, bittasiga umuman tuzmay unaqa qilmagin deyapti. Teng tuzgin, ya'ni 6ta harfmi, har biriga bittadan gap tuzgin deyapti. Va u gapingiz hammasi nima haqida bo'lish kerak ekan? Uxlavassalom. Fil haqida bo'lish kerak ekan. Va har bir harfi, har bir gapingizda مبتدان منصوب خبر نمرفو قلدگن خرف لانی شد که او قیس خرف لیده این نه و اون شیریک لاره ایده چون دیله قسقه لون ده دیگه قانچه ایدکنده این نه و اون شیریک لاره خر برگه بیتدن گپ توزسیز گپیز فیل حقده بسو چون دیزه اونن که این تمرین فیل اعراب نه البته بودت منه آلت تا گپ بیربته mana namuzajam bergan misol ham bergan erobga misolga qarab 6 ta gapni erobini daftaringizda yozib qo'yasiz. Mafhum? Vodih amla. Vodih. Jayyid. Vodih. Idan. Nima demoqchi edim? Hali yujadu sual, savol bormi qizlar? لا. لا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك.